السلامة ومرحبا بكم مرة أخرى معنا مع جماعة ياني فان كلوب تونيزيا في سيليبراسيون جديدة للانيفرسير نتاع ياني عام 2 نوفمبر 2016. كما كل عام ياني فان كلوب تونيزيا يحاول اترافيغ ليفينمون هذا اللي هو الانيفرسير نتاع ياني باش يدخل شويه فرحه وشويه حب في قلوب الصغيرات ولا الكبار اللي يسون او بوزوان. نحن ديما نحاولوا نمشيو بالفيلوزوفي وبالفكر نتاع ياني ونحاولوا قدر المستطاع اترافيغ الموسيقى نتاعو اترافيغ كل الجهود نتاع لي مومبر الكل باش اننا نفرحوا عباد كسوا كبار ولا صغيرات. نعاود نخدمنا مع لي زونفون تاع SOS Akouda هما الايتام اللي من غير والدين. جبناهم للسباس هذا ايكو فيلاج، هي بلاصه سيتان سباس فيغ، وعدينا نهار كامل وعدنا مزيان، عملنا انيماسيون كبيره، فرحوا برشا تفرهدوا. والفيت نتاع الانيفرسير نتاع ياني كانت اوكازيون باش انه نتلموا العباد كلهم بعضنا، باش انه نفرحوا مع بعضنا، باش انه نحاولوا نوصلوا للعالم ميساج اللي هو ميساج نتاع ياني اللي هو رانا كلنا عباد عبد واحد، اللي رانا كلنا ارض واحده، اللي رانا كلنا نصوم توس دي زيش خيما. We are all human beings, we are all one, never lose faith in humanity. Yanni, hopefully see you soon in Tunisia again. So much love. We are one. تلمينا في كو فيلاج في شوشه باش نحتفلوا بعيد ميلاد ياني كما كل عام. نتاع قرية SOS Akouda باش نحتفل معاهم ونفرحوهم باعتبار انه عيد ميلاد يعني مناسبة باش نفرحوا الصغيرات ونشجعوا على الاهداف اللي يسعى لها يعني وهي الاهداف الانسانية. Happy birthday يعني, wish you all the best. Hope to see you soon in Tunisia. Happy birthday. نحن شباب من تونس نحبوك على الاخر. نتمنى انك ترجع لنا مره اخرى لتونس. نعملك لي ريكلاماسيون دامور في البيرثداي نتاعك وديرها.